اليوم 11 تشرين الثاني وبليل 10/11 تشرين الثاني 2019 خسرت والدتك. ضليتك تفكيتي. يعني خطيت مثل اليوم نحن مثل خطيت اليوم خطيت الوجع؟ تعودت له. يعني أنا من الناس اللي بقدر، يعني أنا كنت متخيل إنه صدمة غياب أمي رح تكون كتير كبيرة علي. تعرف إنه كانت كبيرة بس مش بالقدر اللي كنت متخيله، لأنه أنا بقيت ببيتها، بقيت مع عالمها، بقيت مع أخبارها وتفاصيلها، حفظت على كل ريتويال تبعها. من هيك أنا وهادي، هادي كان وقع الأمور عليه أقسى بكتير. أنا وهادي يعني بس يعني وتأخر أنا، يمكن لأنه كنت عم بظهر وروح وإجي أكتر.